قاية يزين الميدان بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، ملتقى تحفة الميادين، المرموم دائما أجمل وأجمل، ومثل ما نقول المرموم غير دائما في هذه الانطلاقات وهذا المساء الجميل. رقص مع الصقار، رقص مع اللقاية، هملول يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين بجدارة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، مختار بن أحمد يختار الموقع والمركز الأول، يا سلام المركز الثاني، يأتي في مولع من هجن العاصفة بقيادة الواثق على المركز الثاني. أما المركز الثالث يتقدم كفو، كفو لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية في مرقم، متواجد براشد هناك. المركز الرابع يتواجد فيه مشاهدين الأعزاء لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي، يضمر الضامي اللي تدخل. أما المركز الخامس ياتي مبعد في المركز الخامس، تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن المره المكتوم، سعيد بن عبيد بن مروشد يتولى تضميره. سادس المراكز هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن برخان يتولى يتابع التضمير. اما المركز الثامن المركز السابع يتواجد فيه ترحيب، تعود ملكيته لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم، يضمر سلطان بن سيف المقبالي. والمركز الثامن تواجد مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبد الله بن ثعيل بالهايري يتولى عملية تضميره. ياتي في المركز التاسع ويتقدم هنا صوغام من هجن الرياسة، عيسى بن احمد بن مايد الخيلي يضمره. عاشر المراكز مياس من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه العشر الجعد في شوطنا الحادي عشر، ومع الجعدان اللقاية المحليات، ندانا الأول اكتمل للعشر، من ثم العودة إلى تبادل المراكز، العودة إلى الأثار. 2 كيلومتر انتصفنا مسافة هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط في هذا المسار. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، هملول، هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، يقود المشاركين، يرقص على أرضية الميدان، يتحدى هذا المجموع وهذا السيل من الجعدان. مختار بن أحمد يقدم هملول في هذا الشوط، بينما ياتينا مولع ليولع نيران التنافس والتحدي من مسافة طويلة. لازلنا مع لوحة 1600 متر كالعادة لشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقوده في التضمير، وواصل صوغام من بهجن الرياسة، هجن الرياسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي ويتقدم هناك. تاتي العاصفة كذلك بمشاركة أخرى مع شاهين من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير. والمركز الرابع ياتي فيه هناك مع هذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي وهو الكايد يتقدم على رابع المراكز. المركز الخامس ياتي في المركز الخامس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني اللي هو الضامي، سالم بن عامر المدهوشي يضمره. تدخل هناك في هذه اللحظة مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بقيادة مسري بن سالم بالعرطي، وياتي هناك مع شعار هجن العاصفة مياس بقيادة حمد بن راشد بن غدير. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المراكز الأولى وانطلاقتي ومسار وانحناء الميدان والثمانمية متر الأخيرة الذي ياتي شاهين إلى مقدمة هذا الشوط بشعار هجن العاصفة. يتقدم المشاركين كالعادة لهذا الشعار، كالعادة لهذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام يا سلام، حمد بن راشد بن غدير الواثق هناك، واثق دائما من مسار هذه التحديات. بينما ياتي في المركز الثاني ويتقدم قدم صوغان بالشعار الأحمر، الشعار كذلك الغالي على قلوب الجميع، شعار هجن الرياسة. وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم لنا كل ما هو جديد في عالم التضمير. يا سلام يا سلام، ثلاثية المقدم، ما تبقى للقليل من الوصول. شوف الثلاثية الجميلة هناك بقيادة شاهين، شاهين شاهين بشعار هجن العاصفة، وهناك ياتينا صوغان بشعار هجن الرياسة ويتقدم مولع على ثالث
المراكز، ولكن شاهين هو 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 من يقدم الأداء الأفضل. شاهين والسلالة الشاهينية والأمتار الأخيرة، أنا شاهين يتقدم المشاركين، يعلن الفوز في الأمتار الأخيرة. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثاني من هجن الرياسة صوغان، المركز الثالث يعود مولع من هجن العاصفة، المركز الرابع ياتينا هناك مياس من هجن العاصفة كذلك، والمركز الخامس يتقدم فيه الكايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية، من ثم العودة إلى التوقيت الزمني، ومع الثلاث المراكز الأولى الذي قادها شاهين، هذا هو على شاشة دبي ريسنج في 6 دقائق و6 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير، بينما ياتي في المركز الثاني صوغان، وصل في المركز الثاني في 6 دقائق 7 ثواني بالوفاء تمام من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي ضمرة. أما المركز الثالث يأتي مولع، بنشوف على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا مولع في المركز الثالث في 6 دقائق و7 ثواني 4 أجزاء من الثاني من هجن الرياسة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير.